الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد ملء السماوات والأرض، فكل الحمد لك، ولك الشكر على نعم لا نحصيها، فكل الشكر لك، ولك المثوبة والتذلل والخضوع، فلا معبود غيرك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه سبحانه، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. يا أيها الماء المهين، من الذي سواك؟ ومن الذي في ظلمة الأحشاء قد والاك؟ ومن الذي غذاك من نعمائه ومن الكروب جميعها نجاك؟ ومن الذي شق العيون فأبصرت؟ ومن الذي بالعقل قد حلاك؟ ومن الذي تعصي ويغفر دائما؟ ومن الذي تنسى ولا ينساك؟ وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا محمد، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليك يا حبيبي يا رسول الله، شرح الله عز وجل به الصدور وأنار به العقول، وفتح به أعيناً عُمياً وآذاناً صُمًّا وقلوباً غُلفًا. يا نور من بارَكَ الذِّكراه دُنيانا وطوَّعَت ريحُه الأكوان ريحانا، جاءت بمقدمك الميمون تمطرنا، عادات ربك إحسانا وغفرانا. أما بعد، عباد الله، الله أسأل في هذه الساعة المباركة أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت على الحق أقدامنا. اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم اشف كل مريض، وعاف كل مصاب، وسر كل حزين، ونفس الكرب عن كل مكروب، وسدد الدين عن كل مدين. اللهم امنا في اوطاننا، واطرد الشيطان من بيننا، واجعل الدائره تدور على اعداء الاسلام والمسلمين، واحسن ختامنا، وتولى امرنا. امين امين. لا ارضى بواحده حتى ابلغها مليون امينا. إن الأمة الإسلامية لتحتفل وتحتفي وتفتعل بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نحيا ونعيش في شهر ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم هداية للعالمين، فشرح الله عز وجل به الصدور وأنار به العقول، وفتح به أعيناً عُمياً وآذاناً صُمًّا وقلوباً غُلفًا. لحظةٌ فارقةٌ بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه اللحظة لحظةٌ فارقةٌ بين عالم الضلالة وعالم الهدى، بين عالم الظلام وعالم النور، بين عالم الغواية وعالم الهداية، بميلاد رسولنا صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا سويا لنحيا ونعيش. يقول الله عز وجل في سورة الأعراف، الآية رقم 157 من سورة الأعراف، يقول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
قبل ميلاد النبي. إن النهاردة هنعيش مع ومضات سريعة ونبذا ونتفا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال: هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل اسم النبي جه في التوراة؟ التوراة التي نزلت على سيدنا موسى، هل اتذكر اسم محمد أو أحمد في التوراة قبل ما يجي النبي؟ هل ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في الإنجيل؟ الإنجيل اللي نزل على سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الكتب السابقة قبل ميلاد النبي ولا لا؟ هل ذكر الأحبار، أحبار اليهود، ذكروا من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ميلاد النبي؟ وماذا قال عنه مشركو مكة؟ هذا ما سندور حوله. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. عايزين نعرف هل حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم اتذكر اسمه ساعة ما تولد أو ساعة ما نزل عليه القرآن بس؟ لا، تعال معايا لما نزلت التوراة على سيدنا موسى. سيدنا موسى هذا النبي الكريم الحديث الذي رواه البخاري، حديث صحيح، الحديث الذي رواه البخاري، الحديث بيقول ايه؟ عن عطاء ابن يسار يقول: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له: يا عبد الله، صف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. ده عطاء ابن يسار بيسأل ابن سيدنا مين؟ عمرو بن العاص، اسمه عبد الله، بيقول له: صف لي محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة، هل اتذكر في التوراة؟ ولو اتذكر في التوراة يوصفه لي. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: إن صفة رسول الله في التوراة كصفته في القرآن. النبي موصوف في التوراة زي ما هو موصوف في إيه؟ في القرآن. قال له: طب قل لي. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: النبي مذكور في التوراة بالضبط بالنص إيه؟ في الألواح بتاعت سيدنا موسى. بتقول إيه الألواح عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ بتقول: قال الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. الكلام ده مذكور عندنا برضو في سورة الأحزاب. طب في التوراة مكتوب إيه؟ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا تجازي بالسيئة السيئة، ولكن تعفو وتغفر، ولن يقبضه الله عز وجل حتى يقول لا إله إلا الله فيحيي به الله عز وجل به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. صل على حبيبك محمد. تعرف الشوال اللي قلتهم دول مكتوبين عن حبيبنا النبي في التوراة قبل ما يتولد النبي. ذكر حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة اللي نزلت على سيدنا موسى زي ما حكيت لك الحديث بالضبط، والحديث رواه البخاري، يعني حديث صحيح. اتذكر النبي في التوراة في كتاب أو في الألواح بتاعت سيدنا موسى. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الحق، ربنا بيحب النبي قبل ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو كان النبي صلى الله عليه وسلم نور 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 في ظهر سيدنا آدم. كان النبي نور في ظهر ايه؟ في ظهر سيدنا آدم، نور منور في ظهر آدم أبو البشر، تلألأ نوره في جبين آدم أيضا.
وكان منور في جبين آدم اللي هي بذرة النبي صلى الله عليه وسلم. ما تصلى عليه. تلألأ نوره في جبين آدم من قبل أن يكون له بنون، من قبل ما سيدنا آدم يجيب أولاد أصلا كان نور النبي باين في وش سيدنا آدم. تلألأ نوره في جبين آدم من قبل أن يكون له بنون، فسبحان من بالحلم جمله وبأشرف العلوم كمله، فنبعت من حكمته علوم وفنون. النبي صلى الله عليه وسلم أكرم من ركب المطايا، أشرف من ركب المطايا، وأكرم من منح العطايا، وسلاحه من أجل طعامه مرهون. عيروه بفقره، عيروا النبي إن هو فقير، عيروه بفقره واتهموه في عقله، فوا عجبا كيف عميت عن نوره العيون. سلمت عليه الأحجار، الحجارة سلمت على النبي. النبي صلى الله عليه وسلم ده كان بيقول والله إني أعلم حجرا في مكة قبل أن أبعث، كل لما يعدي النبي على الحجر يقول له السلام عليك يا رسول الله، حجر يكلم النبي. سلمت عليه الأحجار وأظلته بفروعها الأشجار، وأرخى الذئب في حضرته الجفون، بلى من شاء الله هدى ومن أضله أعماه، ولله في خلقه شؤون. فصلاة وسلاما عليك يا رسول الله، من سلوكه بأمرك مسنون، وطريق الجنة في اتباعه مضمون، وعلى الصحب والآل والذين إذا ذكر عندهم محمد عليه يصلون. صل عليه. ينهر أبيض، النبي يتذكر في التوراة قبل ما يتولد، ده إيه الجمال ده؟ عشان تعرف إنك من أمة محمد تبقى عندك شرف وعندك حب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما يجي شهر ميلاد النبي تتقرب بالصلاة على رسول الله، تتقرب بسنة النبي، تتقرب إلى الأرامل والمساكين، وتعطي الفقير وتعطي المحروم، وتعطف على اليتامى مثلما كان يفعل النبي وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال في الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف الحديث اللي بعد كده اللي بيبين ان اسم النبي جه في التوراة. تعال في الحديث الذي رواه الدارمي، والحديث حسن صحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت التوراة على سيدنا موسى، التوراة لما نزلت على إيد سيدنا موسى بين إيديه، والتوراة كانت عبارة عن ألواح كده، ألواح محطوطة فوق بعضها كده، لما نزلت التوراة على سيدنا موسى، سيدنا موسى قرأها، بص في التوراة استغرب، لقى فيها إيه سيدنا موسى؟ سيدنا موسى ماذا وجد في التوراة سيدنا موسى؟ لقى فيها إيه؟ وجد في التوراة ذكر أمة النبي. لقنا إحنا موجودين في التوراة قبل ما نيجوا كمان، وقبل الرسول ما يجي. فسيدنا موسى قرأ التوراة فقال يا ربي، جي مكلم ربنا، قال يا ربي إني قرأت في الألواح، يعني في التوراة، إني قرأت في الألواح أن هناك أمة هم الآخرون السابقون، يعني آخر أمة هي أمة محمد، والسابقون يعني أول أمة تدخل الجنة، اللهم فاجعلها أمتي، خلها أمتي يا رب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا كليمي كلا إنها أمة أحمد. جه قرأ تاني سيدنا موسى في التوراة فوجد فيها ذكر أمة محمد، فقال له يا ربي إني قرأت في التوراة أن هناك أمة يؤتون العلم الأول والآخر، ويقتلون قرن الضلالة المسيخ الدجال، اللهم اجعلها أمتي. فقال الله عز وجل كلا يا كليمي إنها أمة أحمد. قرأ في التوراة فقال يا ربي إني قرأت في التوراة أن هناك أمة
أناجيلهم في صدورهم، يعني قرآنهم في صدرهم بيحفظوه. اللهم فاجعلها أمتي، فقال الله كلا يا كليمي إنها أمة أحمد. فقرأ موسى في التوراة فقال يا ربي إني قرأت في التوراة أن هناك أمة إذا هم أحدهم بسيئة ولم يفعلها لم تكتب، وإذا فعل السيئة كتبت واحدة. اللهم فاجعلها أمتي، فقال الله يا كليمي كلا إنها أمة أحمد. سيدنا موسى، رواية سيدنا عبد الله بن عباس يقول لك سيدنا موسى جه ماسك الألواح ورماها في الأرض، التوراة رماها في الأرض، وسجد لله رب العالمين وقال اللهم اجعلني من أمة أحمد. سيدنا موسى يتمنى أن يكون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. طب احنا من أمة النبي، بس فين احنا من تطبيق شرع النبي؟ احنا فين من الصلاة اللي قال لنا النبي حافظوا عليها؟ احنا فين من الخوف على بعض وحبنا البعض زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الايه؟ كمثل الجسد الواحد. احنا كلنا زي الجسم الواحد، ما تشمتش في جارك، ما تشمتش في اي حد، ادعي للناس بالرحمة ربنا يرحمك، ادعي للناس بالمغفرة ربنا يغفر لك، اتمنى الخير عند الناس ربنا يكتر عندك الخير، اتمنى الشفاء لمرضى المسلمين ربنا يشفي لك مرضك. دي اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نتقرب من اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى اتذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عطاء بن يسار، اتذكر في التوراة، والحديث الذي رواه الدارمي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة عن النبي ان اتذكرت امة محمد كمان، واتذكر محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة ايضا. لذلك قيمة النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف سيدنا عمر بن الخطاب، وحد ربك وقل لا اله الا الله عشان تعرف حبيبنا النبي، حتى في الرواية وان كان فيها ضعف، ان كان فيها ضعف يقول لك ايه، تخيل مكتوب على ساق العرش. عارف ساق العرش؟ احنا ما نعرفوش العرش، بس العرش لا قال الله عز وجل في القرآن الرحمن على العرش ايه استوى. الاستواء معلوم، احنا عارفين ان ربنا استوى، الاستواء معلوم، والكيف مجهول. الكيف يعني ايه؟ يعني استوى ازاي، دي مش بتاعتنا. الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. الرحمن على العرش استوى، سبحان من استوى بالشكل الذي أراد وبالكيفية التي أرادها الله سبحانه وتعالى. فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده أو يسنده، ولكن العرش وحملته والكرسي ومن في السماوات والأرض في قبضة الله رب العالمين. ده اللي قال الكلام ده الإمام أبو حنيفة لما واحد سأله بيقول له يعني إيه الرحمن على العرش استوى. الإمام أبو حنيفة جي ماسكه ضربه 100 جلده جلده، بيسأل سؤال الإمام أبو حنيفة جلده، بيقول له يا إمام ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ بيسأل السؤال ده للإمام أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة مسكه جلده 100 جلدة أو 80 جلدة، قال له ما تسألش الأسئلة دي تطلعها من دماغك. إحنا ساعات بنسأل أسئلة يستحيي إبليس أن يسألها. ما تصلي على رسول الله. سيدنا عمر بن الخطاب كان بيروح لليهود يقعد معهم، ما توحد ربك. سيدنا عمر بن الخطاب كان يذهب إلى اليهود في دراستهم للتوراة، فالحبر بتاع اليهود يعني الشيخ بتاع اليهود انبسط منه، قال له احنا بنحبوك خالص يا عمر انك بتيجي تقعد معانا وتغشانا في مجالسنا انك تسمع التوراة، ده في قرآن. بس سيدنا عمر كان عايز يشوف كتاب ربنا التوراة يشبه القرآن ولا لا. فقال سيدنا عمر والله ما آتي إليكم إلا أنني أتعجب من تصديق كتاب الله بعضه بعضا. التوراة بتشبه القرآن خالص، أنا بنقعد عشان نستغرب من الموضوع ده. فقال لهم عمر بن الخطاب
فمر النبي صلى الله عليه وسلم من أمام معبدهم، عدى النبي صلى الله عليه وسلم الحبر، قال له يا عمر إن رسولكم يمره، محمد عدى من علينا هو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سيدنا عمر أريد أن أسألكم سؤالا، ده قاعد بن يهود، أنا عايز أسألكم سؤال. قالوا له تفضل. قال لهم بحق من أنزل عليكم كتاب التوراة، يعني بالله عليكم أتصدقون أن محمد رسول الله؟ إيه رأيكم؟ قاعدة صفة وعايزين كلام من الآخر، هل محمد صادق ولا كاذب؟ فجي حبر اليهود قال لهم قولوا له ردوا عليه. قال لهم لا، ده أنت السيد، أنت اللي تكلمه وترد عليه، ده سؤال ما مش هنقعوا فيه. فقال حبر اليهود شيخهم يعني، والله إننا لنعلم أنه رسول الله، احنا عارفين ان هو رسول الله. قالوا طب انتوا فما اهلككم؟ طب ما تؤمنوا به، خلي بالك. فقال الحبر لا نؤمن به، احنا مش هنؤمن به، لان لنا عدوا من الملائكه وسلما من الملائكه، فيه ملائكه احنا بنحبوهم وفيه ملائكه احنا بنبغضوهم وبنكرهوهم. قال لهم سيدنا عمر انتوا بتحبوا الملائكه مين وبتكرهوا مين؟ قالوا إن عدونا جبريل، إحنا جبريل بنكرهه. طب واللي بتحبوه؟ قالوا وسلمنا ميكائيل، ميكائيل درجة المحترم وإحنا بنحبوه. سيدنا عمر استغرب، قال وما لجبريل أن يعادي سلم ميكائيل، إنهم ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى عما يشركون علوا كبيرا. سيدنا عمر خد الكلمتين عايز ينقل الكلام إن الجماعة دولت بيكرههم سيدنا جبريل وبيحبهم سيدنا ميكائيل. طلع سيدنا عمر راح للنبي صلى الله عليه وسلم، سلام عليك يا رسول الله وعليك السلام. لسه سيدنا عمر عايز يحكي له الجماعة دول بيقولوا ايه، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا عمر لقد نزلت علي الآن آية، أقرأها عليك يا عمر؟ قال اقرأها علي يا رسول الله. قال بسم الله الرحمن الرحيم، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ربنا أخبر النبي. سيدنا عمر قال له والله أنا جاي نحكي لك على الموضوع اللي حصل مع اليهود ومعايا يا رسول الله. قال له يا رسول الله إذن أعلمك اللطيف الخبير، ربنا اللي عرفك اللي حصل. تخيل، تخيل حتى اليهود عارفين برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نعوذ بالله من الحور بعد الكور، ونعوذ بالله أن نرد على أعقابنا بعد أن هدانا الله، أو كما قال التائب حبيب الرحمن. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا محمدًا الأمين، صلى عليه الله ما جن الدجى وما جرت في فلك شمس الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. احنا عايزين نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا لسه ما دخلناش على ميلاد النبي، لسه ما دخلناش امتى تولد النبي، لسه ما دخلناش نسب النبي، حياة النبي، النبي ازاي كان بيعيش بين زوجاته، ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع اولاده، حياه الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا لما نبص حاجه غريبه جدا يا جماعه، انت تعرف هنختم بيها، يعني اسم النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ايه؟ محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي. احنا هنبقى نذكر اسم النبي كامل بس عند نسب النبي مش دلوقتي، ولكن فيه وقفة كده، مين قصي ده ومين هاشم ومين عبد المطلب؟ ما تصلي على رسول الله. قصي ده جد النبي، جده بس من بعيد. قصي ده هو الذي سمى قريش بقريش. ما توحد ربك وقل لا إله إلا الله وتصلي على رسول الله. قصي
هو الذي سمى قريش بقريش. طب ما معنى قريش؟ معنى قريش ديت ايه؟ قريش جاي من معناها اللغوي التقرش. يعني التقرش؟ التقرش هو التجمع، يعني هو اللي جمع الناس وأصبحت القبيلة اسمها قريش. ده قصي. طيب مين هو؟ هاشم. هاشم ده كان المسؤول جد النبي برضه، من بعيد برضه. هاشم كان هو المسؤول المسؤولية كاملة عن المعاهدات والرحلة الشتاء والصيف، وكان هو السبب الأساسي في غناء قريش، خلى قريش غنية. ما هو فيه رحلتين، رحلة الشتاء وإيه؟ ورحلة الصيف. ربنا بيقول في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، ها، لإيلاف إيه؟ لإيلاف قريش إلى فهم رحلة الشتاء والصيف. طب عبد المطلب هو الجد المباشر للرسول، فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. عبد المطلب هذا له قصة رائعة في حفر زمزم، والمقام لا يتسع، الكلام كتير جدا في حياة النبي وفي ميلاد النبي. احنا هناخد سلسلة كاملة ان شاء الله عن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وذكرناها. عبد المطلب ده مين؟ عبد المطلب ده جد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له الشرف والسيادة، وكان راجل له مكانة عالية في وسط مكة، وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم. وله مقولة شهيرة، قال لهم يا معشر قريش، لما يجي لكم الناس في رحلة الشتاء والصيف، لما يجي لكم الناس اعملوا معهم ايه؟ إذا جاءتكم وفود الحجيج فأطعموهم حلالا، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وسنكمل في قصة عبد المطلب بإذن الله، وفي ميلاد النبي ونسب النبي في الجمعة القادمة بإذن الله، وكيف حفر عبد المطلب زمزم، ولها قصة ذكرها محمد ابن إسحاق ابن إسحاق وعلي ابن أبي طالب. هذا ما سندور حوله في ميلاد رسول الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاتباع لرسول الله. اللهم ارزقنا أن نكون المتبعين لهدي محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم أوردنا حوض رسولنا، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ألف بين قلوبنا، واطرد الشيطان من بيننا، وانصر إسلامنا، وتولى أمرنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.